مرحبا بكم مع حكيمة بالعاصمة، جمعة مباركة. رانا حنحضروا معاكم لا كروفيت، وهاد لا كروفيت هي لا شوفريت. هادي تطيب لنا كبيرة، غسلناها راح نديروا بها الرز تاعنا، ونحتاجوا راس ثوم قطعناه قطع صغار، وربع حبات تاع زرودية والجلبانة، وربع حبات تاع طوماطي الصغار، تقدروا توصلوا حتى الخمسة، قطعتهم قطع صغار، ونحينا الزريعة والمعدنوس. وبالنسبة للتوابل نحتاجوا فلفل الكحل وسكنجبير، ونحتاجو مغرفة كبيرة تاع عكري والكمون. وانا حين نبداو على بركة الله. بنات انا حين نستعمل 5 مغارف تاع زيت. انا هنا ندير التوب تاعي ونخلوه يتقلى. بسم الله، ورانا حين نديرو هاديك الزروتية. بسم الله، نزيدو هاديك الجبانة. بسم الله، نزيدو هاديك الطماطيش. ورانا حين نديرو التوابل والملح ما كترو. بسم الله، ونديرو الملح. بسم الله، كي هاديك الطوماطيش هاي تتقلى، وحنا نديرو هاديك لاشوفريت تاوعنا. حنا راهو كلش تقلى، وزدنا درنا هاديك لاشوفريت تاعنا، ونخلوها غير على نار هادية. بسم الله، وراني رايحة ندير هاديك الرشة تاع المعدنوس. بسم الله، ورانا حين نزيدو هاديك الحبة تاع الحار. انا هنا راني حنحبك ونقولكم درت مغرفة كبيرة تاع الطوماطيش تاع البايض، ونحبكو عليه غير على نار هادية. انا هنا راني نغلي الرز البسماتي. نقولكم رز بسماتي تعرفوه يعني مليح بالبزاف، 12 دقيقة يعني يكون واجد. بسم الله، راني درت رشه تاع المعدنوس وطابلنا كلش، مام الرز تاعنا رانا صفيناه ودرنا له لا مارغارين، وراني رايحه نوريكم كلش حاضر في صحن التقديم. الطبق تاع نهار اليوم اللي حضرته معاكم لا شوفريت، نقول لكم بلينا بالبزاف، ورافقناها بالرز، وزدنا لها ديك الرشه تاع المعدنوس. وهاد الطبق تقدروا تحضروه ما في شهر رمضان العظيم، رانا داخلين على ابواب شهر رمضان. ان شاء الله ديروا العائله تاعكم ولا درتوه، نقول لكم تاكلوه بالصحه، وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله. الطبق تاع نهار اليوم اللي حضرنا معاكم، نقول لكم زدنا رافقناه بالرز، ودرنا له هذيك الرشه تاع المعدنوس، ورانا مقبلين على شهر رمضان العظيم. تقدروا تحضروه للعائله تاعكم، وان شاء الله ولا درتوه تاكلوه بالصحه، وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.